جود مورنينج. هيدا اول ظهره من البيت اليوم, اول ظهره من البيت. مش يعني عم بحمسكم تظهروا من البيت, بس صار لازم اظهر, ارجع هيك ادعم كل الهيروز تبعي, كل الابطال, كل هالعالم اللي اشتغلت لسنين سنين واليوم قاعده بلا شغل. بس بدي اذكركم انه في كثير ناس مانا معوده على السوشيال ميديا, ما عندها انستغرام, ما بتعرف بالدليفري سيرفيسز توتلز وهول كلهم سوا, وصار لهم سنين بيشتغلوا بس هلا قاعدين وحدهم وناطرينكم وناطرين كل حدا منا يرجع يوقف حده يدعمهم تما شغلهم يوقف. بيناتهم شخص حبه كتير اسمه توني أبو شادي, صار أكثر من 30 سنة بيشتغل وبهالوضع يعني أكيد رجع شغله ورا شي 10,000%. فقررت أعمل له زيارة, ما تعطوا لهم كل شيء, الطرق السلامة واقفة موجودة, رح ألبس أنا الماسك, هو لابس ماسك, رح أرجع أعرفكم عليه زي ما بتعرفوا. وإذا أنتوا قاعدين بالبيت اليوم وعينا بكير وعبالكم الترويقة غير شكل فول حمص تقليدي قديم, تليفون بيعملكم دليفري. هل تعرفكم؟ أنا توني. هاي توني. يلي ما بيعرفك قلن أنت مين؟ أنا توني. عندي فول أبو شادي من تقريبا 35 سنة. وبعمل الفول المظبوط, فول التقليد اللبناني, فول القديم. والحمص الطحينة, الحمص اللي بلا قشر, الحمص المظبوط, وهذا الشيء بليلة وبدل عورمة وكله اشياء طبيعية. يلا منحضر سوا؟ يلا يلا يلا. توني بيعمل لقمة بليلة, يعني هو الحمص الحاب غير شكل, بيعمل فول. هلا بخبرنا قديش بده شغله, قديش بده وقت للطبخ, وبيعمل شو كمان, بيعمل سبحة, بيعمل بيت فري, بيعمل بيت معلية, بيعمل السنات, بيعمل كثير اشياء بتاخذ العقل, يعني ما انه كثير بعيد عن بيتي. وعلى الطريق انا رايح, انا جاي بضلني اجي لهون لانه هيك بحس بيرجعني سنين لورا وبيحببني ببلدي اكثر واكثر. طيب قبل ما نبلش رح البس الكمامة يلا ونبلش الاكسبيرينس سوا. يلا ليتس جو. انت عم تحضر لي صحن من كل شيء اكيد, خبرني شغله شغله, والفول قديش بياخذ وقت, وشو اللي بيعمل فول اطيب من غيره والحمص اطيب من غيره؟ الفول كثير صعب وكثير هين بذات الوقت, بده بضاعه طبيعيه نظيفه, تعملها بيطلع عندك طيب, ما بتعملها ما بيطلع طيب. كم ساعه طبخ؟ بده تقريبا من 10 ساعات وطالع, اقل من هيك يعني 9 هون 10, مهم مش قادم. يلا يلا فرجينا فرجينا هاي النطة, هاي دي مهمة. يلا هلا نحن بنعمله مع توني. اوع بس انتوني بلا توني عمود. سوري يلا بدنا نعمل لهم غنية هلا, اهم شيء. ايه طبعا الفول لازم يدوب دوبان, يعني ما لازم يكون تحس بقشرته ولا شيء. لا لا ما لازم ابدا. رح نعمل فتة اكيد طبعا. هيدا الشغل المظبوط. عم بيقولوا لك بونجور من نيجيريا, من ال اي, من كندا, من وين ما كان بالعالم عم بيحضروك هلا يا توني. بونجورين, صباح النور, الله يقويكم. وجاي لي مش رايح, جاي. هيدا هيدا اول صحن. طب هو عم حضر حاله, خليني بس نحكي شو قديش صعبه هالايام, صعبه على الكل. في ناس صار لها اكثر من 50 60 يوم بلا شغل,
ومن العالم ما كان محضر المطاعم كتير اكل كف كتير كبير مش هيك خلقنا هاشتاج اسمها سيف ريستورنتس اوف لبنان وفي كمان بكل العالم سيف ريستورنتس لانه عن جد هاد الناس اللي فجاه سكر الباب عندها موظفين عندها مسؤوليات عندها ديونات عندها كتير اشياء واليوم قاعده بالبيت فكل واحد على طريقته بيقدر يدعمهم شوي بتليفون بأوردر على البيت بتيك اواي بيوصل بياخد لقمه ويعني اذا كل واحد منا ظهر على القليله او طلب على القليله بالمطعم مره بالجمعه بعتقد نقدر نعمل فرق كتير كتير كبير فمنكفي يلا هلا شو رح نعمل؟ بدنا نعمل بليله بليله هذا صحن المفضل بليلة. شو مكونات البليله وشو هي البليله؟ البليله كتير هنيه وكتير صعبه اذا فيك تطلع هاي الحبه بتروطها وبتنخيعها مثل ما بيقولوا كل تنقاع حط لنا بس هالثلاث شغلات وكلها طيب خذ البليله ما بين اصبعين وفرجينا قديش بتدوب دوابين وقد كيف تفرط فرط هاي شطاره الحمص بس فرجينا الحمص لازم الحمص يكون طلع ما تحس اكيد ما يكون فيه القشره تكون دايبه يعني مطبوخه طبخ لدرجه واو امبرسيف اوكي يلا بليله يلا مرسي نجيب عم بقرا كل الكومنتس بس ما فيني جاوبكم سوري هي هلا شطرتها بهيدي بالبهارات وبالنفس بهيدي بهالحبه اوكي طبعا بتكون بهاراتها طازه يعني ما فيك تعطيها حي الله بهارات شويه ملح شويه ملح شويه بهار اسود شوي زياده كمون رشه حار ناعمه و طبعا كتير من زيت الزيتون هذه حلو اكلي ولا اهون عن جد ولا اصعب نايس شادي بجل الديب اللي عم بيسال شادي بجل الديب على الطريق الجوانيه يعني انتم جايين من الاوتوستراد جايين من بيروت وتفوتوا على الجسر تبع جل الديب جوا في محل مطعم اسمه ليناز او مستشفى ابو جوده هو بوجهه صح يلا منكفي بالحمص هلا بدنا نعمل مسبحه اها مسبحه الناس بتضيع بين بليله ومسبحه شو الفرق لا لا هاي البليله المسبحه هي الباس تبعولها اللي هي الحمص والطحينه بنحط لها طوم وحامض ورشه بهارات بس هي بلد طبعا بنحط لها طوم بس احنا رح نعملها بينسى من وقت لوقت مسبحة هي حامض طحينة وحمص حب اوكي في ناس بيقولوا مشوش صح من استراليا كمان اشتقت لكم كثير راجع قريبا اهم شيء النظافه واهم شيء بالاخر التزيين واهم شيء الرواق واهم شيء البهارات المضبوطه وزيت الزيتون والكرم هلا شو صحن حمص بالتاني عظيم طيب يلي لقينا اليوم يلي لقينا هلا جود مورنينج نحن الساعة 8 صارت تقريبا بلبنان هي أول ظهرة بظهرها من البيت تنوقف حد
هالهيروز هالابطال هالناس يلي صار لها سنين عم تشتغل واليوم قاعده بلا شغل وصار اكثر من 70 80 يوم ما بعرف قد عم بيقطع الوقت والحاله يعني تعبان. المطاعم كلها بالعالم عم تتعذب ومنها اقل من غيرها. في ناس معوده على الدليفري, في ناس معوده على الدليفري سيرفيس, في ناس عندها ابلكيشن, في ناس اونلاين, في ناس كانت معودة على الموضوع او متطوره زياده. بس الناس اللي مثل شادي مثل ابو شادي مثل توني ما عندهم سوشيال ميديا, يعني هن الشغل تبعهم على الاكسبيرينس على التجربه. يعني واحد يفوت لعندهم يسمع الصوت يتعرف عليهم يحس شو عم بيصير, وبهالايام يعني صعب كثير لانه ممنوع حدا يستقبل حدا. فبطلب منكم اذا انتم قاعدين بالبيت كل حدا حدكم تعتقد عنده فرن صغير عنده محل صغير فيكم تعملوا تليفون تطلبوا من عنده تدعموه او تجوا عنده تعملوا زياره لانه عايزكم تقدر يكفي. راح نكفي بصحن الحمص. روح عم تشتغل بلايه. لا انا عم بشتغل. ايه حمص يلا خبرنا عن الحمص. حمص ما بيحطوا له توم؟ لا يلي عم بيسال كان امبارح لانه كان نهار الحمص على انستغرام. الحمص ما بيحطوا له توم؟ ليك من زمان كانوا يحطوا له توم. هلا خلص تغيرت الايام. حمص لازم يكون فري كريمي هيدا حمص. حمص زيت زيتون. الله هلا بتشوف الصور على الطاولة قديش حلوين. هيدا حمص يلي عم بيشتهي حمص اليوم. بنقول لك سوري يلي منكم بلبنان عن جد سوري, بس هيدا الحمص وهيدا اللقمة غير شكل. يلا نيكست. بدنا هلا نعمل فتة. فتة كل العالم ناطرة الفتة. طاولة عم تجهز مين وايل البليلة أكيد, صحن الحمص, الفول والمسبحة. طلع المحل مسكر للأسف والطاولات منشالي. نرجع عند توني. الفتة هي لبن اللبن ما لازم ينحط مثل ما هو, لازم ينخلط كرمال يصير كريم يدوب شوي ويعشق بعض وقال له بيفهم. السر اللبن هو انه يكون فيه القلوبات على الوجه. خبرنا عن الفتة شوي. الفتة هي مجموعة اغراض تنحط فوق بعضها. خبز في منه مقلي ومنه محمص. كنا نعمل مقلي, صار المقلي يضيق العالم لانه بتعرف فات صرنا نحمص. نحط الخبز المحمص, نحط فوق الحمص الحار, البهارات ناعمه, لبن عبد. برجع بقول اصل القصه كلها هيدا الحمص. هاي هي حبه الحمص. يا تعمل لك فته عاطله يا تعمل لك فته طيب. يعني بقى تكون بدك تاكل فته حبت الحمص ما تقروش تدوب دوابين مثل ما تدلى هيك نازلي تبسطي غير هيك بتصير. وخدوها من حدا بيحب ياكل. يعني توني ما بيحب ياكل الا شوي, طلعوا شو مهضوم وشو لذيذ وبيعرف طعم التمر. اليوم رح نتروى سوا. صار لك قديش ما تروقت مع حدا؟ والله صار شي بقول لك هالقصة هذي واحد عم بيكل مثل سينات لوحده. طب خبرني هيدي الكورونا قديش اثرت عليك وشو عم تعمل بايماتك وقديش شغل خف؟ ليك هي الكورونا مرحله قطعت بصعوبه على كل العالم. خوفت العالم, بعدت العالم عن بعضها, زبطت اشياء ونزعت اشياء كثير, خوفت العالم من بعضها. بس هي اصلا يعني مشيت العالم على السكه الصحيحه اذا بدك تقول. يعني صار في التهاب اكثر,
البي رجع لاولاده اللي كان نسيهم. الام صارت تطلع بتعرف اولادها شو بدهم. كان ترتيبهم مع اللبنانيز مع الشوم بالجاليري. يعني في اشياء منيحه واشياء عطل. لكن من بعد هالمرحله ناخذ الاشياء المنيحه ونخليها والاشياء اللي كانت عاطله عم نعملها بتصير منيحه. شو بصير ساعتها؟ بصير في احلى من الحياه الثانيه. بس جامد. عم تسمعوا بهيدا الوقت صوت الزبدة. خبز محمص بالكعب. ايوه. لبن على الوجه. القلوبات. القلوبات بيرجعوا على النار. القلوبات كتير بيحترقوا بسرعة. سو بدنا نمشي على كتير ننتبه لهم. رح تطلع ريحة قلة اليوم يا توني. ريحتك كاوس. ريحتك بترمى. يلا. الحمص. مثل البهارات تبع البليله بس كثير ناعم. اللبن المحرك مزبوط يصير مثل الكريم. وبعدين هيدا الصوت لازم تسمعوا. اللبن عم بفقفق لانه اللبن منه سخن. لازم يكون سقع. مش مسقع بحرارة الغرفة العالية. يعني اللبن ما لازم يتسخن ابدا. ابدا. بدها تكون مكسورة سوا. اف هلا يعني عم نحكي عربي صعب علي احكي انجليزي. ناس عم تسألني اذا مش اذا بنحكي شوي انجليزي. That's fatty made of Lebanese yogurt, fried nuts, toasted bread and spices. جريت. قول هني وبعد في شيء. بل نعمل هلا بيت معلقي. اها. وين عم بتفرق؟ طيب بهالوقت بنعملهم هون او فوق؟ لا هو بنعمل. بنعمل فوق بهالوقت نتروق انا وياك. ايه يلا عظيم. هيدي ترويقتنا، ليكو شو رح نعمل؟ رح يقعد توني هون، انا هون، سوشيال ديستانسينج كثير بعيد، وكل واحد منا رح ياكل وحده. ورح نودي الصحون من محل لمحل طبعا نقرب على بعضنا. هاي ترويقتنا اليوم. جاي لعندكم كلكم. عم بيتخانقوا اذا بروح على نيجيريا قبل او على كندا. ما انا ما فيني اكل بصل وثوم لاني عندي حساسيه. I'm allergic to onion and garlic. فما عندي كره لهم بالعكس بس بيقتلوني. طيب توني تنقعد نتروق انا وياك على رواق وتنقدر نوقف اللايف لانه لازم اخذ صور ضروري كرمال انستغرام وكرمال فيسبوك. شو بتطلب من الناس وشو بتقول لهم العالم يجوا لعندك وكيف بتعتقد لازم تخلص هالمرحله وكيف كلنا لازم نوقف ايدين بايدين بعضنا تنكفي. لازم كلنا ننتبه على الوضع. نكون حريصين بالوقت ذاته ما نكون جبنة. يعني بقى ننتبه على حالنا اوكي بس ما نعمل بانيك. انا الحياة بدها تكمل. بالمنيح بالوحيش بدها تكمل. دايس ناصورات انقرضوا لانه عنده بانيك ما لازم نحن نقرض. وكتر خير الله. اهلا وسهلا فيكم. وباذن الله كل شيء بيصير منيح. ثانك يو. لكن اذا لقيتونا اليوم تنتروق سوا ثانكس. ليش انا اليوم برا؟ هي اول مره ظهرت عند توني تاجي اعرفكم عليه اذا ما بتعرفوه وتندعم كل السمول بزنسز كل العالم اللي عم تشتغل يلي ما عندها طريقه تقدر تعمل ادفرتايزنج مزبوط ما عندها سوشيال ميديا ما عندها تدفع دعايات على التلفزيون او على انستغرام. وهالناس يلي اشتغلت لاكثر من 35 سنه ومتكلي عليكم انكم توقفوا حدا كرمال نقدر نكفي نقطع هيدي المرحله وما يطلع بالاخر عم بيسكر او عم بيقفلس لانه ما حدا وقف حده.
كلنا بنوقف حد بعضنا، لازم يلي قادر لازم يظهر على القليل مره بالجمعه او يطلب مره بالجمعه، بيعمل دليفري بيعمل تيك اواي. رح اطلع لبرا فرجيكم الارمه من برا وودعكم، وان شاء الله نرجع نلتقى باكسبيرينس جديده قريبا. وناطركم تتروقوا فول حمص. يلا رح نظهر سوا لبرا. Favor, favor, favor.